بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لو حابه تعرفي، عايزه تعرفي صينيه الكنافه الجميله دي اتعملت ازاي، تعالي خشي معانا على المقادير وطريقه التحضير وشوفي احلى صينيه كنافه بالجمال دي تقدري تعمليها في رمضان. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بس اهم حاجه حطي لنا لايك وريت تفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل وصفاتي. السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، رب تكونوا كلكم بالف خير. وانتم بتشوفوا فيديوهات مساء الورد ومساء الجمال على كل حبايبي وعلى كل اصحابي. النهارده هنعمل فيديو حلو قوي ان شاء الله، هنعمل طريقه الكنافه بالمكسرات. فيديو ما شاء الله سجلها بقى عندك لرمضان، حاجه كده تحفه من حاجات رمضان ومن روائح رمضان. طبعا الكنافه مشهورين بها في رمضان. تعالوا النهارده هنعمل معانا الاول حاجه كده الشربات. هنعمل معانا كوبايتين من السكر زي ما انتم شايفين اهوت. انا نزلت بكوبايه في البوله معايا اهي، ودي كمان كوبايه من السكر، عليهم كوبايه من الميه. يبقوا كوبايتين السكر هياخدوا كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين. طبعا انا هدوبهم كويس وارفعهم على النار لحد ما يغلي معانا كده 8 دقايق او 9 دقايق، وهنزل عليهم بعصره من الليمون بكويين من الفانيلا كده عشان يدي طعم الشربات بتاعنا ايه ريحه حلوه. بيبقى الفانيلا دي بتخلي طعمه حلو قوي زي ما انتوا شايفين. انا بدوب السكر كده حاجه بسيطه كده، هدوب السكر وارفعه على النار تمام كده. خلاص انا هرفع الشربات دي بتاعنا على النار لحد ما ياخد معانا 9 دقايق او 8 دقايق على النار، وارجع اديله 10 عصره من الليمونه على باكيين من الفانيلا. ما شاء الله جبنا نص كيلو من الكنافه زي ما انتوا شايفين. طبعا الكنافه دي انا مفرزاها في قلب الفريزر، لازم تكون معايا كده في قلب الفريزر وتطلعيها بقى مكسره زي ما انتوا شايفين. زي انا مكسراها كده لازم تخليها ناعمه ما شاء الله حلوه معاكي كده اهو زي ما انتوا شايفين. طلعيها على طول من الفريزر تكسريها شايفين تمام. بسم الله ما شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين نص كيلو من الكنافه ما شاء الله معايا. معايا طبعا كوبايه من السمنه زي ما انتوا شايفين اهوت، انا مسيحاها على النار كوبايه من السمنه، ومعايا كمان ثلاث معالق كبار من السكر البودر. هاجي كده على الكنافه بتاعتنا اديها ثلاث معالق كبار من السكر البودر تمام زي ما انتوا شايفين. وطبعا معايا السمنه زي ما قلنا وريتها لكم كده، اديها بقى سنه لون هتخلي معاكي على السمنه كده زي ما انتوا شايفين اهوت. معايا سنه لون او بودره زعفران او سنه لون طعام زي ما انتوا شايفين، بتخليها لونها حلو قوي يا بنات زي بتاعه المحلات كده. هندوب بقى ما شاء الله كده، هندوب اللون ده مع السمنه بتاعتنا. ده هيلون معانا الكنافه ويخلي لونها ما شاء الله حلو قوي زي ما انتم شايفين تمام. زي ما انتم شايفين انا هنزل بالسمنه بتاعتنا اهوت على الكنافه بتاعتنا. طبعا انا مش هنزل بها كلها، انا هخلي بس معايا شويه كده اهو، معايا شويه اهي هسيبها على جنب، وهقلب بقى الكنافه كلها. الكنافه ديت بالسكر هغلغلها قوي قوي. الكنافه دي لازم تشرب كلها من السمنه طبعا اللي انا حطاها ديت زي ما انتوا شايفين تمام كده. هنقلبها كويس كل السكر مع السمنه، لازم نغلغل بيها كده ندخلها كلها جوه الكنافه بتاعتنا. هنعمل النهارده احلى كنافه كده بالمكسرات. حابه اغير بقى النهارده، احنا قبل كده عملتها بالنوتيلا وقبل كده عملتها بالقشطه معاكم ما شاء الله، كانت برده طالعه حلوه تحفه. النهارده هنغير كده، هنعملها النهارده بالمكسرات. تمام ما شاء الله، شايفين بقى لون الكنافه معايا بعد كده طبعا ما اديتها السمنه كده واديتها السكر، ما شاء الله لونها حلو واللون كده سنه لون. بسم الله ما شاء الله، خلت لنا لون الكنافه تحفه قوي يا بنات. طبعا معايا صينيه، اهم حاجه ان انت تكوني دهناها كويس بالسمنه زي ما انتوا شايفين. كتري بقى بالسمنه كده، كتري حطي حته سمنه حلوه كده عشان تخلي الكنافه تطلع معانا ما شاء الله حلوه ومرقه كده زي ما انتوا شايفين تمام. طبعا معايا المكسرات اهيت، زبيب وزداني ووسط الهند زي ما انتوا شايفين تمام اهو. تعالوا بقى هننزل بنص كميه الكنافه ديت في قلب الصينيه. هحط
هحطها كده نص ساعه اهوت في قلب الصينيه زي ما انتم شايفين. هفردها كويس واسويها كويس في قلب الصينيه، اهم حاجه تضغطي عليه. طبعا بقى في الحاله دي هنشتغل بايدنا كده زي ما انتم شايفين، لازم تضغطي على الكنافه بتاعتك كويس اهو ان شاء الله. اضغطي عليها بقى بطريقه حلوه كده، لو ما عندكش ممكن لو صينيه صغيره اقل من الصينيه ديت تضغطي عليها خالص تخليها، المهم ما تبقاش هشه معاكي كده، المهم ان تضغطي عليها حلو. تمام شايفين ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده هنزل بقى بالمكسرات بتاعتنا الحلوه ديت المشكله دي. تمام بعد ما حطيت المكسرات بتاعتنا الجميله ديت انزلي بقى حاجه كده ما شاء الله، حاجه كده عسل ما شاء الله. شايفين بقى منظر المكسرات؟ تعالوا بقى ننزل بقيه كميه الكنافه زي ما انتم شايفين اهو. هفرتها بقى كويس كده، نزلت بكل كميه الكنافه اللي وياي، سواها بقى كويس كده واضغطي عليه. بايدك بقى واضغطي جامد كده عليه عشان تتماسك مع بعضها. تمام زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين جمال الصينيه وياي؟ حاجه كده ما شاء الله عسل، وتقدري تعمليها بسرعه ما بتاخدش معانا وقت خالص، بالذات صينيه الكنافه اللي هي بالمكسرات دي ما بتاخدش معانا اي وقت. تمام كده خلاص انا هسويها على كده، ومعايا كمان الحبه السمنه اللي فاضلين وياي، انا هنزل بهم على وش الصينيه وهدخلها الفرن تاخد معانا لون من الجوانب كده لون ذهبي، هرجع اوريها لكم تاني. ولو محتاجه لون من الشوايه هنديها لون من فوق وش كده من فوق من الشوايه، وهرجع اوريها لكم بعد ما اطلعها من الفرن. تمام بسم الله ما شاء الله. شايفين اللهم بارك، شايفين جمال الصينيه بعد ما طلعت معايا من الفرن كده ما شاء الله، واخده اللون الذهبي الجميل. تعالوا بقى هوريها لكم وانا بقلبها واديها الشربات بتاعها. يلا معانا كده ونشوف هنعمل فيها ايه. ما شاء الله شايفين بقى الكنافه عامله معايا ازاي، حاجه كده ما شاء الله تحفه، وحاجه ما شاء الله حلوه قوي يا بنات. تعالوا بقى وهي سخنه كده نديها بقى السيرب بتاعها وهو بارد. شايفين ما شاء الله الكنافه لازم معايا تكون سخنه، السيرب يكون بارد زي ما انتم شايفين اهوت. اللهم بارك ما شاء الله، جميله قوي يا بنات وشكلها تحفه تحفه تحفه، حاجه كده عسل. بسم الله ما شاء الله، اديها كل بقى الشربات اللي انت عاملاه. ايه رايكم بقى في صينيه الكنافه ديت؟ حاجه ما شاء الله، سجلها بقى كده عندك لرمضان جربيها، ويا ريت تقولي لي عجبتك ولا لا. واديها اللون اللي انا عطيه لها سنه اللون دي، بخليها ما شاء الله لونها تحفه قوي يا بنات ما شاء الله. اللهم بارك. يلا اللي وصل معانا لحد هنا ما ينسناش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. دمتم في حفظ الله، مع الف سلامه.